صلي مزيان خدم صافي يا ماما صوت الناعلي شي وحده دو كانت ياش ها دو كانت لا دي وحده اه راه من وحده كبيره كاع نعطيها قطع حاولوا غادي يطهروا بحال هكا شنو هي هذه ها هذه اللي فتحها من خير هي بالنص فتحها غير من الناس شتي تبارك الله هذا كيف تشوف هذه هذا في ياكل حتى الماكلة في ياكلها هذيك الماكلة غير خلي هذا لا لا انت تاي هاي تاي ديرها في العنس بس سبحان الله انت يا اخت سامي واخا هذا ما فاش قلت لك انا راه الحراره هذا تاي دابا تيقيه في الحراره تتخدم عليه واخا بدات يتوسع في الحضانة راه كان عنده حضانة غير برواز واحد كان عنده غير برواز واحد ها واحد بعدا ها جوج تبارك الله بدا يمشي على الطول فهمت دور جا اخر شتي كيبدا يمشي على الطول اه واش هو يكون هذا جوج دابا د الحضانة نشوفوا هذا حبوا بلوك لا هذا تبارك الله غادي مزيان هذا هانت شو تبارك الله تبلا سلاس فيها تيعمر فيها سنة ايوا المهم دابا عطيه هذا دابا الا بقى نعطيوها الكل هذاك نعطيوها الكل يستحقهم الا خدم لك هذا راه مزيان ايوا يستحق مزيان هذا سبحان الله هذا شنو بغيت هذا ساهل نديرو غير عود من هذا ها هو ها هو ها واحد شوف هذا هكا وضعي ماشي مشكل هذا شنو هذا ديك الثومه الاخرى راه قديمه قايله هذيك ديما الزرقاء هي الجديدة كانوا كلهم بحال هذا مزيان ولكن ان شاء الله غير يفوتوا لنا دابا صافي ما بالنسبة للخطر ما بقاش اللي يعيب فيه العبرة باهي دابا هذا راه نغلوك بالسيمانة ها؟ السيمانة تلقاه تلقاه فاتك فاش تتوقع الخدمة راه تيخصك تخدم بالسيمانة ماشي ب 15 شهر وصل اللهم على سيدنا محمد Thank you.
يغرس فيه. اي دبس بتشوف الجهد تقش تدور هنا.